بس استاذ حكيم كان عنده اعتراض على فكره العموله دي. لا انا عندي اعتراض على كذا حاجه والله. هو طبيعه حب حكيم لازم يعترض معايا طالما بنتكلم عن النادي الاهلي. هو كده ماشي. في ناس دايما بتبقى بتحب تاخد النموذج النموذج اللي هو بس اعتقد استاذ حكيم ممكن يقول لنا معلومات ثانيه والناس اولا والناس تحكم. جزئيه الاهلي ما عندوش بديل للمدرب؟ لا عنده واحد واثنين وثلاثه. وكنت لا انا ما بتكلمش بديل للمدرب, احنا بنتكلم في الفتره الحاليه. انت قلت الاهلي ما عندوش بديل ليه دلوقتي. لا الاهلي عنده واحد مش بديل. لا, لا 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 انا عايز اقول لك ان في شخصيه مهمه جدا في النادي الاهلي. فكره ان هي بديل, لا انا ما بتكلمش على بديل. طيب في شخصيه مهمه جدا في النادي الاهلي مخلص مع مدرب كبير جدا. لا انا بالعكس بس على التوقيع. لو كان موضوع موسيماني ما كملش فجزئيه البديل ده موجود. تمام. فيما يخص الفلوس, الفلوس اقل من الرقم اللي اتقال عليه كتير. البنود الخلافيه اللي كانت الفتره اللي عدت كانت ترتبط جزء منها مالي بس جزء بسيط جدا, جزء منها يرتبط بشروط معينه. حكيم انا اديتك فرصتك تقول الكلام ده في الاول انت ما قلتش. هقول لك جزء منها لازم اضغط عليك. جزء منها يرتبط بسياسه وثوابت النادي الاهلي. ايوه. بمعنى ان في حاجات معينه النادي الاهلي ما يتقبلهاش مش هينفع تستمر. فيما يخص فلوس الايجنت او الوكيله, هي خدت 5% من النادي الاهلي. مش 10؟ هقول لك انا. مش 10 يعني؟ هقول لك. طيب 5% من الاهلي و5% من اللي هو وكيلها اللي هو موسيماني, والنسبه بترتبط بيه. طب انت بتعقلها دي؟ طب تعقل. طيب تعالى نمشيها واحده واحده. ازاي طيب؟ تعالى نتفهم. تعالى نتفهم. اتفضل. انا هفهم من استاذ حكيم. هي خدت عايز رقم انا بس في الاول. انا عايز اعرف الخمسه والخمسه. انا قلت لك 450,000. الموضوع متعقد شويه يعني. الموضوع القصه مش قصه موسيماني بس. الموضوع الست دي كان ليها فلوس قديمه اصلا. اوكي. يعني من العقد القديم بتاع موسيماني لها مستحقات قديمه ما خدتهاش. هو 100,000 دولار تقريبا. تقريبا 90-95,000 دولار في الرينج ده. تمام. هي القصه طلبت بفلوسها القديمه. بعدين تيجي تتكلم فلوس الجديده, هل ده منطقي ان انا اروح اعمل لك اديك عقدك 3 سنين 10% كاملين؟ طب نفترض انا مثلا جيت بعد لا قدر الله بعد ماتش او اتنين. انت بتسالني على المنطقي في المعلومه ولا المنطقي في الحدث؟ انت بتقول ان هي هتاخد الفلوس كامله 400 وكسور. 450,000 دولار بقول لك رقم. يعني انت لما تروح, انا مش عايز امثل بس يعني ادي مثال. أنا بسيط. انا ماليش علاقه. انا بقول لك الاتفاق اللي حصل. او هتشتري فيلا او اي حاجه. انا مش بحدد لك الموضوع كامله. بقول لك اللي حصل كذا. لا بتاخد القيمه كامله من الشاري ولا بتاخد نسبه من هنا ونسبه من هنا؟ لا هو على فكره بالمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده, ما هو ده انا قلته ليحيى. ازاي طب يعملوا كده؟ 5% من هنا و5% بس. هو وال5% بتاعت الاهلي ممكن بالاتفاق يعملوا كده. هل مقنعه؟ هل مقنعه؟ انا بقول لحضرتك معلومه ان تاخد اولى من جوزها. لا هنا هي الايجنت بتاعه هنا. الشركه اللي بتديره مش جوزها. يعني جوزها طالعه بره. هتاخد من النادي لكن ما تاخدش من جوزها. لا, لا لا بص على فكره ده سيستم موجود. سيستم برضه. بس انا يا يحيى معلش انا في الجزئيه ديت في قصه جوزها ولا مش جوزها ده شغل. يعني اصل في النهايه لا مقصود هي ممكن تكون مسؤوله عن شركه ولها شركاء وتفاصيل. يعني هل ينفع ان هي تبقى اصلا تبقى مديره اعمال وتاخد نسبه من النادي الاهلي؟ ده مش طبيعي اصلا. لا لا اي وكيل لاعبين بيجيب. طب ما اللي جاب مثلا فيريرا خد نسبه. اللي جاب سيم من الناس بياخد نسبه. اللي بيجيب مدرب الاسماعيلي بياخد نسبه. على فكره ده طبيعي. اللي بيجيب اللاعب الفلاني بياخد نسبه. ده شيء موجود. بس ياخد نسبه من المدرب نفسه مش من النادي. لا لا بص هنا احنا في اتفاق من النادي ان انت التراجع بتاعك مع المدرب. لا في عقد على فكره بقى عشان تبقى عارف. في عقد بالنسبه للاعبين والمدربين بيبقى موجود حتى في الميزانيه بتاعه النادي. عقد اسمه عقد وكاله. ده بيتاخد نسبته بيطلع على فكره بيتحط في ميزانيه الانديه. ده الكلام ده موجود. لكن النسبه اللي في الاهلي 5% وبياخدها شهريا طبقا ما يصرف المدير الفني العقد بتاعه. ما بتاخدش الفلوس كلها. الشقه من حق الزوجه. فالفلوس الست اللي هتاخدها هتاخد بنسبة شهرية حسب المرتب بتاع الراجل. الراجل مثلا تصرف له 170,000 دولار 160 تاخد نسبتها اللي هي 5% من ضمن العقد يتحول لها على الحساب الشخصي بتاعها. فيما يخص يعني الأول كان المعلومة خطأ. بعد كده نزلنا من 10% ل 5%. لا أنا ما قلتش معلومة خطأ. بعد كده أنا قلت لك الرقم من اللي هو على توتال العقد ولا على أول سنة وكل شهر. فاهم قصدي إزاي؟ طبعا هي الفكرة كده. دي كده. ما هو ده اللي حصل. ما هو دي بقت المشكلة اللي كانت مؤخرة الموضوع. لا مش دي المشكله والله. دي مشكله. انت عندك المعلومه الاساسيه. المشكله الاستاذ كريم تاخير الفلوس. قول المعلومه. طيب تاخير المستحقات القديمه بتاعتها اللي هم قول للمشاهدين. قول للمشاهدين ايه الاسباب بالظبط. طالما انت بتقول لي لا الثانيه حاجات مطالب ترتبط بثوابت وسياسات قطاع الكره بالنادي الاهلي ما ينفعش يدوها لاي حد. استاذ حكيم انا اعرف ان انت كان عندك معلومه ان كان في رفض من مجلس اداره الاهلي على تجديد لموسيماني. لا مش رفض المجلس. بعض الاصوات جوه المجلس بتطالب. بتحكي ده مش بجوه المجلس. بعض الاصوات جوه النادي شايل مين؟ طيب لا مش شايل مين؟ يعني هي اسرار بس فما ينفعش تقول لك ايه؟ اولا مجلس الاداره دورك على مين ان احنا نطبق؟ اولا مجلس الاداره مفوض. هو اصلا واضح انه يحيى عارف حاجات انا لسه ما اعرفهاش عنك. فهو تقريبا اللي جاي يجيبك مش انا. انا قاعد اهو. طيب عشان ما تجيش تقول ايه المذيع كان شرير وبيحاول ياخد حاجه. انت اخويا كريم من زمان كله في هدف واحد ان احنا بعض الاصوات مش مجلس الاداره. مجلس الاداره بيفوض اول جلسه بيفوض. الاصوات دي من مجلس الاداره ولا لا؟ انت مستعجل سيبنا جاوب.
مجلس الاداره في اول جلسه في الدوره الجديده بيفوض كابتن محمود الخطيب ومعاه المره دي حسام خالي باداره شؤون قطاع الكره لحد شهر 7 اللي جاي، ان في شهر 7 تنتقل الصلاحيات لشركه الكوره. بعض الاصوات داخل النادي اقول لك بعض الاصوات داخل النادي مش عايزه التجديد لموسمين، او كانت مش عايزه التجديد لموسمين، لكن داخل النادي وداخل مجلس اداره اكمل الجمله عشان ما انساهاش. لكن بانهي منطق وعقل الراجل النتائج اللي بيعملها دي، حتى لو انت مختلف معاه النتائج والبطولات اللي حققها استاذ كريم، وتيجي تقول ان انا ما جددلوش؟ هات العاقل يقول النتائج اللي انت هو كسبان. هو نفسه طلع كده، انت كسبان الفرق اللي بتنافسك كلها في كل كسبان الزمالك 5، كسبان الاسماعيلي 4، كسبان بيراميدز 3، ودول الثلاثة اللي هم بيسموا الكبار في الكرة المصرية، انت كسبانهم، واخد 2 دوري ابطال افريقيا اخر نسختين، واخد 2 سوبر افريقيا، واخد 3 عالم مرتين، ولو الظروف كانت كويسة معاك كنت رحت لما ابعد من 3 كاس عالم للانديه في البطوله الاخيره.